السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم أصدقائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج نحن المستقبل. اليوم نطل عليكم من خلال شاشة تلفزيون الشرقة لتعزيز حب القراءة في نفوس أصدقائنا الأطفال. وطبعا نحب نشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القسمي ربي يحفظه حاكم إمارة الشرقة، اللي دائما يحثنا على حب القراءة وحب اكتساب المعرفة والثقافات الجديدة. وإن شاء الله اليوم أصدقائي بنكون متواجدين في مكتبة الشرقة أنا وزملائي المراسلين، وبنختار كتاب ذو عبرة بنقرأ لكم إياه وإن شاء الله تستفيدون منه عقب الفاصل. راشد حصلت كتاب؟ لا والله بعد ياس ادور، كل مواضيع تشد. اي والله يا راشد معاك حق، لكن لو كان وقت البرنامج يسمح كنا بنقرا كل الكتب حق اصدقائنا المشاهدين. السلام عليكم زميلتنا ماريا، شو اخبارك؟ ها حصلتي كتاب؟ هي حصلت كتاب اعتقد اسمه بماذا اتميز، وكتاب مفيد لنا كلنا. توكلنا على الله. يلا شباب اختنا ماريا لقت كتاب وان شاء الله الحين بنقراه حق اصدقائنا المشاهدين. احييكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه، واحيي زملائي اللي بيشاركوني في حلقه اليوم ان شاء الله. في البداية خبروني كيف كان أو كيف كانوا أول أسبوعين دراسيين بالنسبة لكم في عامكم الدراسي الجديد؟ بصراحة أخويا مايد أول أسبوعين كنت عرفت فيهم على أصدقاء داد، خذينا الكتب، بدينا أول حصص، ويبنا الحمد لله كتبنا وايد أشياء مفيدة تبدأنا في العام الدراسي. ما شاء الله عليك يا راشد، وانت يا حسن؟ أول أسبوعين التقيت يا ربعي وتعرفت على أخبار بعض، واللي سافر قال لنا شو سويتوا وين صار، حتى أنا يوم يعني بالإجازة قلت لهم أنا شو سويتوا. ها الحمد لله بدأنا الأسبوعين بكل حماس ونشاط، وبعد إجازة ممتعة بكل جد وحماس. بما أن زميلتنا ماريا اختارت كتاب بماذا أتميز، فخبروني كل واحد فيكم شو مواهبه وشو هواياته. ونبدأ من زميلتي ماريا. أنا هوايتي السباحة، لأن السباحة تقوي العضلات، وموهبتي هي القراءة لأن القراءة تغذي العقل والروح. ما شاء الله عليك زميلتي ماريا. وانت اخوي حسن شو تحب تسوي، شو مواهبك وهواياتك؟ هوايتي هي كرة القدم اللي تقوي عضلات
اللي تقوي أعضاء جسم الإنسان. يا مايد، أنا موهبتي هي برمجة الروبوتات وهوايتي إني أجمع القطع النقدية القديمة. إن شاء الله عليك يا راشد. يا مايد، وأنت شو موهبتك وهوايتك؟ طبعاً أنا موهبتي يا راشد حسن مارية الإعلام. كنت أحب الإعلام وأنا صغير، وهواياتي متعددة مثل القراءة والفروسية والتصوير والأشغال اليدوية والكثير. ما شاء الله عليك مايد، عندك وايد هوايات متعددة. شكراً يا راشد، الله يسلمك. قصتنا بعنوان بماذا أتميز؟ اسمحوا لي أبدأ بالقراءة. لا، كيف تبتدين يا بنيتي ويا الدومة موجودة؟ أهلاً يا دومة. حياك الله يا دومة معانا. تفضل يقرأ لنا القصة ونحن نستنتج منها العبر المفيدة. دخل حمد المنزل وهو يقفز في سعادة لأن المعلم اختاره في فريق المدرسة. قال حمد: معلمي يقول إنني موهوب، سأكون إن شاء الله أحسن لاعب في الفريق، ولذلك سأتدرب حتى أكون مميزاً. أخرجت لطيفة كراستها وقالت: المعلمة قالت إنني موهوبة في الرسم بعد أن تأت رسوماتي، وسأتدرب على الرسم باستمرار لأكون رسامة عظيمة. قال حسن: وأنا سأكون مخترعاً لأنني أحب فك وتركيب الأشياء. قالت دانا في حزن: أما أنا فلست موهوبة. قالت الأم: لا تحزني يا دانا، ستجدين هواية تكونين مميزة وموهوبة فيها. جلست دانا في الغرفة وهي حزينة، أخذت أوراقا وأقلاما وبدأت تكتب. دخلت الأم فوجدتها لا تزال تكتب. قالت لها: ماذا تفعلين؟ قالت دانا: أكتب قصة. قرأت الأم ما كتبته دانا ثم قالت لها: إنها قصة جميلة، أنت مؤلفة موهوبة. هذه قصتنا، يا ترى شو العبارة اللي نستنتجها منها؟ كل واحد فينا لديه طاقة داخلية ولازم يبحث عنها. صحيح أخوي حسن، ولازم بعد أهلنا يساعدونا ومعلمينا في المدرسة. أحسنتم حبايبي. وانت يا راشد شو تعلمت؟ في وايد ناس متميزين حولنا، ولكن هذا الشيء ما يخلنا نشعر بالإحباط ولا نقول نحن مو متميزين، بالعكس يمكن في وايد أشياء ثانية نحن متميزين فيها. يا سلام عليك يا ولدي يا راشد. وبعدها الدور نتعلم أن دور الأم والأب يكملون دور المعلمين في المدرسة. أحسنت يا ولدي يا مايد، أشكركم على حضوركم اليوم في مكتبة الشارقة العامة، وأتمنى أنكم استمتعتم معي. شكراً يا الدور. شكراً لكم زملائي، والحين وصلنا لنهاية فقرتنا، وشكراً لكم أخواني وأخواتي. وطبعاً نحن قرينا قصة بماذا أتميز، وإن شاء الله في حلقتنا القادمة بتكون معانا الأستاذة سماح حاكمي. طبعاً حبينا شغلها وأبدأت بالأشياء اللي سوتها لنا، وطبعاً في الحلقة القادمة بتسوي لنا شخصيات القصة على شكل مجسمات. تابعونا عقب الفاصل عشان تتعرفون على سؤال اربح معنا. شكرا لكم أخواني أخواتي على متابعتكم لحلقتنا اليوم من برنامج نحن المستقبل، وطبعا نشكر مكتبة الشارقة العامة على تعاونهم معنا في إنجاز هذه الحلقة. والحين حان موعد مسابقتنا وجائزتها 500 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام من تلفزيون الشارقة. سؤال حلقتنا اليوم يقول: ما الفرق بين الموهبة والهواية؟ وبهذا السؤال نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة اليوم من برنامج نحن المستقبل. نلقاكم على خير في حلقتنا القادمة إن شاء الله، ومع السلامة.